التجنيد الإجباري في قوات الحكومة السورية كابوس يلاحق الشباب، لنتابع التقرير. أيام قليلة قبل الانتخابات الرئاسية التي نظمتها الحكومة السورية في 26 من أيار مايو الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين. إحدى فقرات الأمر الإداري هذا نصت على تسريح صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من 7 سنوات ونصف حتى نهاية الشهر الماضي. 7 سنوات ونصف يعد رقما كبيرا للملتحق بالتجنيد الإجباري في القوات الحكومية مقارنة مع 1.5 سنة قبل بداية الأزمة والنزاع المسلح في البلاد عام 2011. هذه المدة غير المحدودة للتجنيد الإلزامي باتت كابوسا تتحطم أمامه أحلام الشباب الذي يتوارى معظمه عن الأنظار ويتحاشى المرور قرب الحواجز الأمنية للقوات الحكومية المنتشرة في شوارع المدن وفي مداخلها. ورغم أن القانون الدولي يسمح للدول بسوق الشبان للتجنيد الإجباري إلا أنه توجد بعض الحالات التي تنتهك فيها الدولة ذاتها حقوق الأفراد من خلال إرسالهم إلى القتال دون منح الفرصة لتقديم اعتراض على قرار التجنيد الإلزامي. وتعد سوريا من الدول التي ترفض تطبيق ما يعرف بالاستنكاف الضميري مخالفة بذلك المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد. لكن الحكومة السورية تسمح لمن لا يرغبون في السوق للتجنيد الإجباري بدفع مبلغ معين مقابل ذلك، وهذا المبلغ ازداد طرديا بشكل كبير مع استفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد. ومن لندن أرحب بالسيد سامر خليوي، محلل سياسي. مساء الخير ضيف الكريم، أهلا بك في حديث اليوم. أهلا وسهلا بكم سيد سامر. بداية، إلى أي درجة تحول التجنيد الإجباري بصفوف القوات الحكومية السورية منذ بدء الأزمة السورية إلى كابوس يلاحق الشباب؟ يعني أولا هذه ليست أزمة سورية، هذه ثورة سورية، ونحن نسميها ثورة ضد هذا النظام المجرم، هذا أولا. ثانيا، المشكلة سيدتي ليست وليدة الساعة، المشكلة منذ أن بدأ انقلاب حزب البعث بال63 على الشرعية، ومنذ أن جاء بعد ذلك جاءت عائلة الأسد لتستغل الجيش العربي السوري وتحوله إلى مصالح لهذه العائلة بعيدا عن الأهداف المعلنة بحماية الوطن والدفاع عن الوطن والمواطن. وما شاهدناه من خلال حكم حافظ الأسد وبشار الأسد أن هذا الجيش هو جيش الأسد من أجل حماية الأسد. سيد سامر، سيد سامر هل تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا سيد سامر، هل تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم تفضل. نعم على ما يبدو انقطع الاتصال أو الصوت، تفضل. نعم، يعني كما ذكرت لك هذا الجيش الذي يسمى بالجيش العربي السوري هو جيش الأسد منذ أن قام حزب البعث بالانقلاب وجاء حافظ الأسد بالانقلاب وثم تلاه بشار الأسد من أجل تحقيق مصالح لعائلة الأسد وليس من أجل حماية الوطن والمواطن. وما شهدناه من جيش الأسد هو إذلال المواطن وقتل المواطن وتخريب البلد وتنفيذ الأجندات الخارجية من أجل الحفاظ على هذا الكيان الإسرائيلي. هذا هو وضع الجيش الذي كان ولا يزال مصدر ارتزاق لعائلة الأسد ولشبيحة الأسد. وأنا خدمت في جيش ما يسمى بالجيش السوري وشاهدنا كيف تذهب قسم كبير من الميزانية إلى الأسد وكيف يتم معاملة الجنود وإذلال الجنود وكيف يتم اعتقالهم وزجهم في الخطوط الأمامية من أجل قتل أبناء الشعب بعيدا عن مصلحة المواطن والوطن. فكما ذكرت لك هذا ليس بجديد وليس منذ عام 2011 منذ بدء الثورة السورية، بل أنه قديم، ومن عاشر هذا الجيش ومن خدم بهذا الجيش يعلم حقيقته ويعلم وضعه تماما، الذي كما ذكرت لك يتم استغلاله ويتم نهب المواطن باسم الجيش العربي السوري. طيب اليوم إلى أي مدى تسبب هذا التجنيد في إشكالات بحياة الشباب، إشكالات اجتماعية يعني وحالات فرار لا تحصى من البلاد؟ نعم سؤالك هام للغاية، لأنهم شاهدوا كيف يتم
اعتقالهم من أجل التجنيد الذين يهربون منه، لأنه يهدف إلى قتل أشقائهم في نفس البلد وتدمير البلد في محافظات أخرى، ومن أجل أيضا استغلالهم ماديا. كما تعلمين هناك مساومات من الذي يمكن أن يتم إعفاؤه، ومن الذي يمكن أن يتحويله إلى أي قسم يكون مريح وإلى أي محافظة. وهناك أيضا كما هو معلوم، وكما ذكرت لك خدمت بهذا الجيش، هناك من يجلس في بيته ويدفع مرتب شهري للضابط المسؤول عنه. إذن الآن الوضع أصبح أكثر تعقيدا، لأنهم يعتقلون هؤلاء الأبرياء ويزجونهم في الخطوط الأمامية من أجل قتل أشقائهم في المناطق الأخرى وفي باقي مكونات الشعب السوري. لذلك يهرب هؤلاء من ما يسمى بالتجنيد الإلزامي، والذي هو أصبح واضح للجميع بأنه ليس لخدمة الوطن ولا المواطن، وإنما خدمة لنظام الأسد وعائلة الأسد وشبيحة الأسد ومن معهم. لذلك لا أحد يرغب في خدمة هذا الجيش الأسدي الذي أصبح مجرم بالدرجة الأولى، والأحداث والوقائع التي حدثت أكبر شاهد على ذلك. نعم، يعني سيد سامر، اليوم هل تعتبر بأنه السبب الأساسي لفرار الشباب من سوريا هو التجنيد الإلزامي أو الإجباري عند الحكومة السورية؟ ليس فقط هذا السبب سيدتي. نعم، هناك كما تعلمين هناك أسباب كثيرة. الآن يهربون من طوابير الغاز، من طوابير الخبز، من طوابير المازوت، من طوابير الإذلال، من طوابير الاعتقال، بل حتى كما تعلمين ويعرف المواطن السوري يتم اعتقال الأبرياء من أجل مساومة أهلهم ماديا. هذه أصبحت حقيقة. لذلك هذه المنطقة أصبحت غير آمنة بالمطلق، وكنت أتمنى أن تكون المناطق في الشمال الشرقي لو كانت قسد جادة وصادقة لأوقفت أيضا هذا التجنيد الإجباري. نعم، ولكن ما نسميه ما يسمى ولا أصبحت ملاذ آمن للهاربين. طيب، من بطش نظام الأسد، لا أن يتم اعتقالهم أيضا وتجنيدهم إجباري. طيب سيد سامر، ما يسمى مرفوض في مناطق الإدارة الذاتية هو دفاع ذاتي وليس تجنيد إجباري، يعني هناك شروط معينة، هناك مدة معينة. لا أستطيع أنا الإجابة حقيقة، لو كان هناك ضيف آخر كان أجابك، يعني مو أنا اللي راح أجيبك على هذا الموضوع. طيب اليوم يعني هل يشكل التجنيد الإجباري في مناطق الحكومة السورية سبب أساسي لعدم رغبة الشباب العودة إلى سوريا؟ هذه من بين الأسباب الأخرى، ليس فقط التجنيد. نعم، أيضا كما ذكرت لك هناك من خدم في الجيش، وهناك من دفع بدل ولا يستطيع أن يعود، لأنه يعرف أن الاعتقال بانتظاره والإذلال بانتظاره وسلب الأموال بانتظاره والاستغلال بانتظاره. الكل يعلم ذلك. هناك أسباب عديدة للكثير من ليس الذين هم خارج سوريا الذين لا يرغبون بالعودة، وكما ذكرت هي أسباب اقتصادية، أسباب عديدة لا يرغب أحد في الذهاب إليها. ودعيني أذكر حادثة، أنه أعتقد في العام الماضي عندما سمي بمؤتمر للاجئين، كما سمع الجميع بالتسريب الذي كان الميكروفون مفتوح عندما تحدث صحيح. أحد الذين كانوا يحاضرون في هذا المؤتمر وقال لو يصحنا نحن أن نخرج للخارج كنا ذهبنا. يعني الذين بالداخل يريدون أن يذهبوا ويريدون أن يخلصوا من هذا الوباء، الذي كما ذكرت حتى فيما يسمى بفوز بشار الأسد، أنطوانيت الممثلة المشهورة التي أعلنت تأييدها لبشار الأسد، ثاني يوم بعد ما أيدت انتخاب بشار الأسد قالت أتمنى الموت لأن أجرة تاكسي أصبحت ب15,000 ليرة وهذه حياة لا تطاق، وقبل يوم كانت تؤيد بشار الأسد. يعني كما ذكرت لك هذه المناطق أصبحت مناطق غير آمنة، وكما تعلمين هناك احتلال إيراني، احتلال الميليشيات العراقية الشيعية الإرهابية، احتلال باكستاني من فصائل من باكستان، من حزب الله الإرهابي، من أفغانستان، من روسيا، من كافة الدول التي تتواجد لدعم بشار الأسد وتذل الشعب السوري. فالأسباب كثيرة جدا، وكما ذكرت لك لو أتيح للذين يتواجدون في مناطق النظام أن يخرجوا منها لخرجوا. إذن لا أمان ولا استقرار طالما بقي بشار الأسد، لذلك الذين بالداخل يتمنون الخروج إلى الخارج، ولا حل بذلك إلا الخلاص من هذا النظام المجرم. طيب سيد سامر، نقطة أخيرة، اليوم ما مخاطر يعني الاستمرار على هذا
هذا النظام، نظام التجنيد الإجباري، أمام يعني هو يخالف اليوم القانون الدولي، ما يعني مخاطر استمراره أمام عزوفة أو عدم رغبة الشباب لهذا التجنيد، وأمام حل أو لا حل نهائي للأزمة السورية؟ يعني سيبقى الأمر كما هو طالما السبب الرئيس لذلك هو موجود، وهو بشار الأسد وجيش الأسد وما يفعله الأسد. لذلك لن يكون هناك عودة لأي سوري خارج الوطن، وحتى المؤيدين للنظام كما تعلمين لا يرغبون بالعودة، لأنهم يقولون إذا عدنا لا يوجد شيء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد بنزين، لا يوجد خبز، لا يوجد مواد غذائية، الغلاء فاحش، ولا يوجد أي شيء. أضف إلى ذلك أن عليه أن يدفع $100 من أجل أن يدخل، وهناك تحقيقات وهناك استغلال وهناك غير من ذلك. لذلك لا المؤيد ولا المعارض يرغب أن يعود، لأن السبب الرئيس لا يزال موجود وهو بقاء نظام بشار الأسد. ما لم يتغير هذا النظام المجرم لن يرغب أحد في العودة، بل سوف تزداد الأمور أكثر سوءا إذا بقي هذا النظام، لأنه على نفس المنهج. وكما ذكرت لك هو يستغل كل شيء، وكما تتابعون وتشاهدون أنهم يضعون أسعار على من هو لم يخدم، وأيضا لعمر حتى 42 سنة الذي هو خارج سوريا. الآن سنوا قوانين تقوم على الاستيلاء على أملاك أقاربهم من الدرجة الأولى، أخ أو أب أو أخت، في حال أنهم لم يعودوا من أجل أن يسددوا المبلغ المستحق عليهم. أي مجنون هذا سوف يعود ليخدم بجيش الأسد وليدفع مال ليدعم بشار الأسد؟ هم يعلمون الحقيقة. لذلك كما تعلمين هذا القانون الذي صدر منذ عدة أيام، والذي تم الاستيلاء به على كل ما هو متهم بأنه معارض، وكل ما هو لم يخدم في جيش الأسد أو عليه احتياط ولم يدفع البدل وغير ذلك، وذا ليس لديه أي شيء، يذهبون إلى أهله أو أقاربه لأخذ الأموال. إذن بالمحصلة سيدتي، المشكلة الرئيسية في سوريا هي هذا النظام المجرم. ما لم يذهب هذا النظام المجرم لن يتم حل أي مشكلة، والعكس صحيح، عندما يذهب هذا النظام المجرم سوف تعود سوريا لكل السوريين، سوف يعودون إليها ويبنوها من جديد إذا تخلصوا من هذا النظام المجرم، وسوف تحل كافة مشاكل سوريا إذا ذهب هذا النظام المجرم. نعم، جزيل الشكر لك على كل ما تفضلت به من لندن، المحلل السياسي سامر خليوي، شكرا جزيلا لك. وأكيد الشكر الجزيل أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.